لست أرى سواك في الليالي يا قائدا لي أفضل الأيادي أكرتني كلام باق وجميل وشوائضاك ربي لا أميل أكرتني كلام باق وجميل وشوائضاك ربي لا أميل هب لي هوام الحب والرضا كمن كفاني قدر القضاء وفي إضاء والمحبة تمي تباهي جملة الأحبة نفعتني في الحال والمآل أغنيتني عن قدر السؤال نفعتني في الحال والمآل أغنيتني بك عن السؤال علمتني تعليم من لا يخفان قريش إن كنت لي بالأخفان ملكتني تمليك من لا يسأل عن فعله يا ربي أنت الموئل أجبت كل ما يودي للنكد كلا شواجاتي وقيت كلك فمنحني إلى دخولي الجنان ينجو الدين إلى ضيق الجنان وليتني أبقيتني لطفت بي لي قلت سرا نافعا لم يكتب خبرتين مستهزئين كنت لي إما يسرني والسري سلطني اقصد القرآن والعلومان تسير من لم يرين الكلومان لم يحني شيء من الأسواء وإنني سؤلي ذو احتوائي حسبنا الله من نعم الوكيل حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورم أقضي ورم القولا يا بحبه نسيت الليلة وذهبا وفضة وخيلا نبيه لي يسوق النيلة في إليه ويقين الكيلة أحمد من صار نهاري ليلة بحبه وقد أضاء الليلة أضب ربي عن فؤاد الخيلة بيه وليجر السيلة يرتية ويقين الهولى فيك ما به وقان الصولى لا خطابي ويقين الويلى فيك ما به وقان الميلى هل يا أكرم منك النيلى بيه ينسي فؤاد الهيلى وجبده إلي الطولى يدوم لي وليطيب الدولى نجيتني وليسقط الحولى بيه ما لي جرك حولى أنك رضيت وأوب أولى لك به وقد نبذت الحولى مد حياتي وانفع عني عيلا وشم جنابي به والزيلا أدبت عن اليم غير الأولى وليت لا سمع رضا والأولى يحقي لي أخال خيلا وفقني شقاوة وخيلا وجب جاي المصطفى لي نيلا يفي الحساب ويقين الكيلا كتابك الهادي كفاني طولا وعزة وعملا وقولا أمن فرضي كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى لو كتاب يكتبا يا مولا وليسخر ما يصول الصولا حسبنا الله ونعم الوكيل حمد ربي على المختار وهل بدر سحبه الأستار سبحان ربي العزيز الباري من يرود كل من يباري بهل بدر سادة الأخيار الطاهرين من دجى الأغيار هيا تربي بهم في داري وتغني بهم عن الأكدار أتراهم حسن غدا جداري وجنتي عن ماكر غدار يعذني الله بهم عن عاري ويعدى يرود بالإزعار لذي الجلال الواحد القهار كل بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل يا وهاب بالأبرار كوني فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار ويقتل فيهم بفيد جار نيت خير حافظ غفار ومهل كل جاحد كفار علمها العيوب في أسفار وراضل البحور كالقفار ملكني ما قاد للأذكار
والشكر بالأعمال والأفكار، أشكره إن شاء في النهار والليل بالإصرار والإجهار، لشكره شكر ذوي الأنوار ولعذر العدا ذوي البواري، وجقت بالمنتقم الجبار ولا أنازع ذوي التباري، كل له بالمصطفى الذكار ولبه جود بالأبكار، يا رب صليا على المختار وآله وصحبه الأستار، لكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار، ليهديكم به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار، فارغي العين بالضرر فاغف مني خائبا إلى الشرر، أتبع ربي سواي حزني ولي قال فضله في وزني، نحي عبادة لرب الصمد فخمة للمصطفى محمد، قال القول الخير ربي منطقي وبخير ما ذكر منطقي، لمس قلبي شرك أو رذيلة بل لازم التوحيد والفضيلة، بيت من عيوب النفس بالجميل وللجميل بالنبيه أمين، واجهني بشر من الخلاق وقاد لي مكارم الأخلاق، إلى سوى قبل ينحو الشر وانتحي الجنان البر، بيت من داء الفؤاد والجسد لم يحن قلبي دنس ولا حسن، نبأ شاعتنا الورى الباقي لا خير أداء نعم ربي ذو الإلام، عبادتي عند البحور المورقات قبلها مغض كفاني الفاسقات، ملك توحيدي رب العالمين عند العداء ومتى أحمد الأمين، حرب كل مشرك يوم مشرك لغير خادم النبي ابن مدرك، تسيء في ابن إبليس مع كل الضرر أبد باق لا يلاقيني شر، لا شك في كون الخليل والحبيب لمن يقول لي منا كل اللبين، ملك الجامع من غير اقترار مثل للجمع والزحزح الشرار، يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري يا رب الله، ما لغير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر، سعادتي باقية لا ثانية بقى ذات ما لها من ثانيا، سعادتي عند ذوي الملاهي راية دهرا بفضل الله، هداني الله الذي له الأمور مزحزحا لغير ذاتي الأمين، ملكني الملك والمليك سرا به لم تنحن الملوك، ساق أباليس وما والاها لغير ذاتي أعبد الإله، ساق الأباليس وما والاها لغير ذاتي أعبد الإله، واجهني بالنصر أهل بدر في البر والبحر وصانوا جدري، يا سراس العظيم الصمد قوت حياتي كل ما لم يحمد، واجهني الحديث والآيات قوى طاب للبقاء والحياة، أكرمي تنزيل ربي الكريم وقد من عطايا لا تريم، نزل رب العالمين هبلي ما لم يكن للصالحين قبلي، أزيد قدره يصفي عمري واستعذني عن قدر المؤمر، باركني في عمري المنزل بكوبه يجيء المنزل، عليك اثني يا كتاب ربي وأنت لي خل وأنت حبين، واجهني بك البقاء يا كتاب أبي وتصدع الغير يا العتاب، أنت الكتاب وسواك التابع لك وإني ماسك متابع، رضيت عنك يا كتاب أبدا بغير سخط فعلاي أبدا، جبتك يا كتاب خذ القرى وبيجنب البلاد والقرى، ويقضي الباقي الكريم بك يا خير كتاب ومحوت الشكيا، أكرمني الله لدى الفجار بك وجادلي فيد جاري، لمن شكره لدى الأبرار ميصانني عن جملة الأشرار، هديتني عند الشرار الناس واصطنتني عن حيل الخلق
الناس ملكنيك الله عند الكافرين. قال بعض فقادني للشاكرين يعني شكره بلا كفران وكذي بالخير في جيراني. هذاني الله الخليل الحبيب لك وقادري منا كل اللبيك وجدي لغير رب الأكرم ووسيتي له المحترم وضموه البحر وقت غربتي حقا كذا في البر عند تربتي كبرت وهابا شكورا مغنيا وفي قلبي وقلبي فنيا أكثر شكرا يكون منهم قله جل ورضيت عنه نعجت بفرده في البحر واتجه البر مثل البحر أسره بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا لا خطابي وحوائجي قضاء يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم سكن وجستي فيسر ما أروم هبلي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق السوليل لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعدائي قما يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سقط لي من نعم تكرما يا للثعب الذي قد كان منازعا فابلي الإسكان أطل الأعداء في البحور أفزت فيها كمهول الحور آتيه من الأذى من بعد ما كذا المكائد يزل القدمان يطاو كل من ولاه يا قهر فوق ورائي الله من علي في الدوام العافية ولا الحياة ذات يمن الشافية فقيف الدنيا الوقاية ومن عجل بلوغ الغاية وأنت يا ربي علي بمن وتبني عمري بالفروج والسنن أن في تعني الشك في الشوال فلك الشكرية بنعم الوالي يصل شاب في شهر الصيام فلك الشكرية إلى يوم القيام نايتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق تقني ما لم يكن بلايق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فني الأذى والندمان ونعيك بفؤادي والقلام ما اشتفت منك من أحلى كلام منك اشتبت فزدي الفوائد لآخر من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم ما التحكيم نبتني به فصار عزي وجدت خادم النبي الأعز جبت إليك توبة وبيعت وبعدما أخذت قد شرعت ويصل بك على أعدائي ثم على حوائجي والدائي تمن علي ربي بالنصور البحر والخلائق والقصور يجد في الأعداء بالتيسير ولقد الحاج في مسيرين يا استطري فيه لي صدري شفا أخي من علوم غيب كشفان هديتني فسط اهتدائي وليرد كل ذي اعتداء على تعني عني بعفك العيوب وطيبك تلازم الغيوم وتمن البدع والتطلع لك فأنت قافر لمقلع لتمن أخذ الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إن علي صدر مني مطلقا فيكون إذا أبدل مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد والذكر ورضاء يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة إن تقيسيته جهادا وجدا أيضا بها عهادا إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدا لوجهك الكريم قد خاطبت البحر عدائك إذ حاسبت خاطبا غروب الاستدراج وصارعوا معا إلى إخراجي بقولهم قل للذين كفروا أتغلبون إذ إلي نفروا يا جملة الفجار إنكم غدا
لفي جحيم لا ترون رغدان. يا جملة الفجار إنكم غدام لفي جحيم لا ترون الرغدان. ثبوتكم في الدرك النيران يجذكم غدا إلى الخسران. من طلب الملك بظلم الملك فقاد نفسه لخسر مهلك. نبهكم وقرر التنبيها وزدتم الإشراك والتشبيها. الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله. لم يكن مولودا ولا بوالد ولم يكن كفءا له في خالد. فوفاد من به قد وحدا فخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمتهم والظالمين في أذى نقمته. لكونها الرجيمة لكونها الرحيمة والمنتقمة لرب رحمة ونخشى نقمة. ولمن كفر بالإله ولم يتب مع الرسول الله. ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله. محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام. إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلا. ألم يروا معا لأرض والسماء أمن أبق وشقاهم مرسمان. نبأهم بالأرض والسماء طويلها أفلك فوق الماء. أليس من خلقها بقادر على انتقام من ظلوم غادر. لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستهزئين بالذين ركعوا. لا يعبدون الله جل أبدا ويعبدون المال حيثما بدا. لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا. همهم قصيفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر. لبثت فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا. يسري سيد من تبري من أمي بالتوبة من تجر. طيب نفسي ورجوت منه وتوى غيب ورضيت عنه. لا خطابي يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول. علي يوم السبت والإثنين لوجه رب الخالق الكونين. كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع. من علي الله عام زيستي كما عيت منه عام جيستي. علي لله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبر. لو علي الشكر من شهر الربيع إلى الجنان وترى مني المبيع. أجابني لما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا. أجابني بما يكون عجبا فآية للصالحين النجبا. أرجو من الأكرم في الربيع بعد ما من اشترى مبيعي. لقناة المحي كما رضيت إيو عنه وبه غنيت. أخذت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك. يا رب صل وتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا. بآله وصحبه وكون لي مناي والقلوب اللين. وجهي التسخير والقبول وتدني ما اخترت لي سبيلا. لأبك فوق المراد يا كريم يا مغنين إغناءه منه أرون. إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين. وبكونك الحفيظ عني وبكونك الكريم مني. لقيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتجيا وبعد. نبت به ونبت قبله أبعد وفرك الإله كله. إجل قائدي وقولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل. لأسه القلب
لأصله الأقوال والعقائد، وإنك جعل كل فوائد لأصلح الأفعال والأخلاق، وهبي الإعتاق والإطلاق، هبي في الله وفي الرسول خلق مرادي وتصدق لي سولي. يا الله يا كريم يا عليم، يا من له التكريم والتعليم، لما التكريم والعلم بما يفارق الأذى معمما، تفضل علي باشتباي وليستقل كل ذي إباي، بارك يا اللهم في كليتي ونجني، بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب، أسد جميع ما رجوته بكم ولبي هبلي مالي لم يكن، ملكتني يا ربي في ذي الحج ما قد كفاني آية وحج، نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عودي له لست أرم، أنت من الله لحرمة النبي كن إذا تقى وذا تجنب، سقل يا كرم ما ينسيني جملة ما فارقت في التعزين، لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبذل الجميع يا سميع، هبلي بالعصر وأيام منا أربي علم ما فاق المنى، من علي إنك المنان أو الطفن إنك الحنان، ناية الآيات فاقفل كل من أعرته منها إليك السلما، ناية بالآيات فاجعل كل ما أعرته منها إليك السلما، يا رب حقق الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم، زكي أثرت فسد الإنار وجد بتوبتي من الإشارة، أليس ربنا بكاف عبد قد ينال قصدا، آية بالله العظيم الأعظم لا توبتي من ومئي المعظم، فوت بما لله خالق البشر بيعطي تلازم البشر، أواني المغني إليه بكرم، أواني المغني إليه بكرم، وحبل عهدي لوجهه برم، أسأله الوفاء والغنى وأن يكفني العناء، متى يتوجه إلي الضر صرفه عني ونعم البر، نايت وسرت ذا إيمان هي وليجود بالأمان، وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت، الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا، بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء، أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني، لا خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديور، قبل يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا، وصيتي وصلي بالتسليم علي في الآل وزي التعليم، حبيب جاه المصطفى عليك صلي بكل من نمي إليه، سقي ما في ولدي الإكرام خير منا والسول والمرام، هبلي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن، هبلي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن، ويلق فيه بالكريم المغني مع النبي به أستغني، إذا أرادي ثرمدا محققا لما سكته من أرققا، إذا رجائي ثرمدا محققا لما سكته من رققا، نجيتك اللهم بالنظام آخر من يجود بالعظام، تبت وبعت وفرقت منهما، وتلقن الظاهر والمنبهما، وجه البدل في السر وفي أجهري بالأياكر وبالهادي الوفي، ملكني النفس ولا تسلطا على يكفني الهوى والغلطان، نجي ولا تبتلي يا ربي آخر من ينجي ومن يربي، وقهر يقتراني من بلام يا خير من خلص من قد كبلان، أنت الحفيظ والكريم والشكور أقل كاتبي يا أحسن الشكور، وقتي مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا، توكل عليك لا يزال
ونبيتهم وعني زالون تفضل علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضل علي بالتقليب ما من لدنه يا من لدنه رمضا مطلوبين تفضل علي بالتقليب يا من لديه استرمدا مطلوبين قلب العيان والقلوب وجب كن لي ثرمدا مطلوبا وقتين يا الله يا حفيظين يا من له المعنى كالملفوظ أتي الحياة ربي باحتساب واجعل لي مضى حسابي فوت بأد الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لا يقتل بالصلاة بالتسليم أبي بآله وذي التعليم كف بجاه العظيم عني كل أذى وتتقبل مني مني تقبل وتكن لي سرمدا إما يسرني وعمري أحمدا إلى المكاتب تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا يا ليت المقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور ادع بها دواما يا قدير يا خير مغن بالإجابة الجدير عني حتى كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راد الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمد والآل والسحب العظام وسلم قلبه هذا النظام وأجغل ذاتي الأكبر فانتهي لبشر الأقدار أدبر إبليس ومن والاه لغي نحوي ونفاه الله أدبر إبليس ومن والاه لغي نحوي ونفاه الله لجعله لي يدور حيلا بينه لد أحيلا خدمة خير العالمين منعت مني عداية وعداية امتنعت خدمة خير العالمين منعت مني عداية وعداية امتنعا لا من حني وليس ينحوني مرض ولا عذا ولي ينقاد الغرض أفنى مكاره التي توجهت إلي إلهي وحياتي نوها ليتوجه إلى الجنان حين ووجه الخلق إلى أوجال تحين جعلني الله تعالى آية مجلسا ولي قاد الآية نزلني الله من الخلق معا وله ولي به عداية قمعا نزعني الله من الخلق معا لا ولي به عداية قمعا نفعني الرحمن والرحيم وقادري إطلاقه الترحيم عبارة من يفعل ما شاء لمن شاحمتني أن مشقات الزمن تفق من تجي به الأقدار قد صانني عما به الأكدار Cheikh Sow moy and ak groupe bol media ci programme koor gi di len ñaanal kooru jamm wow sama waji lan la dañ may nuru ku jaxli ni man da dama jaxli deug sow mu bax la bëgg ndax jamono ji sama wa keur ak sama mbokk dañuy soxla sow mu bax set sel te neex mu may def neena la bataay ya ko yagal lo soxlaati kay laaj ma man ma yor solution yi wa dekk bi yepp tagonañu ak khalaatu bak ciona fan lañuy jëlé sow mu bax ndax cheikh sow andi na solution bi cheikh sow waaw cheikh sow ñepp nan ko neex sow touba gi yepp ak liko wër mom lañuy wër cheikh sow neex sow sow mbaxna setna te neexna te li ci gëna neex moy bo amé xew soxla ci sow ak lu mu bari bari quantité bo ci soxla bo ñëwé ñu jaay lako dañuy jaay sow di jaay sow crème di jaay chakri bu sedd bax ci mak bax ci xalé bax ci magget dañuy jaay sunguf mew détail gros wala demi gros
bo beugé ci am nañu livraison à domicile jaay la yonné la suñu ndaw ñu ñëw ba fa nga nek fekk la fa livrer lako am nañu it ay ndawi ambulant yu leen nek ci dëkk bi neex nañu xamé ndax ay Lacoste yu orange lañuy sol sama waji yow tamit lo mëna xamé li té doomako wax xam nga li rétention d'information la wax ma Cheikh Sow fu mu né Cheikh Sow borom neex sow ay place am bari na ci dëkk bi ñoga ci marché Ocas am nañu place ci garage Dakar bu bes bi am nañu place ci marché Ndiobentay am nañu it place ci Djourbel marché Ndoumbé Diop am nañu ay point de vente ci biir Touba yep té nak dessna ndax ci jamono wéru koru sel wi Cheikh Sow spécial arrivage Hollande le andil ay clientam wa xana yoro sen numéro de téléphone waaw bu baxa bax kay sen numéro rek jëlal ben bi la 77 568 1700 budé Tigo bit même numéro bi la da ngay def rek 76 568 1700 expresso nga def 70 568 1700 nga num tuddu sax yow Cheikh Sow wala Neex Sow bu la ci neex waxal en tout cas dal affaire bi mom Cheikh Sow